أسعدني أن أكون بينكم في هذه الليلة السعيدة ونكون بين أحباء أعزاء على قلبي يعيشون في بلاد الغربة في المهجر في رومانيا، كما نشكر أهل رومانيا على استضافتهم لشعبنا وأهلنا في الملمات. نحيي جميع الدبلوماسيين الموجودين في حفلنا مع حفظ الألقاب، متمنين أن تكون صحبتنا معكم جميلة بإذن الله. أهلا وسهلا بالعموم، 100,000 سلام للجميع. في الشهيد بالعلم لما سبقتنا هذا